تشكل نفايات رعاية صحية خطراً على الصحة والبيئة، وذلك لاحتوائها على مواد معدية وضارة يمكن أن تنتقل وتصيب مرضى المستشفيات والعاملين فيها وعامة الناس، حيث ينتج في اليوم الواحد من 10 إلى 15 طناً من نفايات الرعاية الصحية الخطرة. يتم التخلص من جزء منها في منشآت مخصصة لحرق هذا النوع من النفايات. توفير أجهزة تعمل على التخلص من نفايات الرعاية الصحية بطريقة سليمة بيئياً وبدون حرق هو هدف مشروع التقليل والحد من الملوثات العضوية الثابتة، والذي يهدف أيضاً إلى تحسين ممارسات إدارة نفايات الرعاية الصحية من مصدر تولدها إلى التخلص النهائي منها. يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الـ UNDP بتنفيذ مشروع الحد والتقليل من الملوثات العضوية الثابتة التي تؤثر على البيئة من خلال تمويل من مرفق البيئة العالمي، بتوزيع 11 جهاز لتعقيم النفايات بدون الحرق، واستبدال الحارقات التقليدية بهذه الأجهزة الحديثة، ويقوم بتدريب العاملين في الأقسام على فرز النفايات بشكل صحيح، بحيث يتم معالجة هذه النفايات بهذه التقنيات الحديثة. لما جابونا جهاز الأوتوكليف بالمستشفى ساعدنا كثير. أول إشي فائدته إنه هو خفف من عملية التخزين، سهولة في معالجة النفايات الطبية، والنقطة المهمة الأساسية إنه جهاز الأوتوكليف طريقة استخدامه كثير سهلة وغير معقدة. ولضمان تحقيق هدف المشروع، تم العمل على توفير حاويات بألوان ودلالات مختلفة لفرز النفايات من مصدرها، وذلك لمنع نشر العدوى والحد من انتقالها، بالإضافة إلى مراعاة نقل النفايات المعدية بطريقة آمنة، وارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة، والحفاظ على نظافة مناطق تخزين النفايات وعزلها عن الناس. عملت وزارة الصحة على توفير البنية التحتية المناسبة لاستقبال أجهزة معالجة النفايات الطبية بالتغطية والتعقيم، وأدى ذلك إلى رفع قدرات الوزارة في استيعاب كميات النفايات المنتجة وعدم تراكمها. استبدال نظام معالجة النفايات بطريقة الحرق بتكنولوجيات معالجة بديلة صديقة للبيئة تحد من انبعاث المواد الخطرة على صحة الإنسان والبيئة، حيث تعتبر النفايات بعد معالجتها نفايات غير خطرة، ويمكن التخلص منها في مكبات النفايات الصلبة المنزلية. تأتي أهمية هذا المشروع في هذا الوقت بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا أو بما يعرف بكوفيد-19، حيث أن النفايات الطبية قد تضاعفت كمياتها نظراً للإصابات التي تسجل بصورة يومية، فلذلك هذه الأجهزة عملت وبشكل حاسم على معالجة هذه النفايات، وخاصة في مستشفيات وزارة الصحة الأردنية ومستشفيات الخدمات الطبية الملكية الأردنية.